السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غادي نتلاقاو ان شاء الله مع روتين جديد. غادي ندخل الكوزينه، روتيناتنا كيبداو من الكوزينه كالعاده. بسم الله، بقى ما شفتش الدار غير المعلم مغسولين وصافي. ايوا هانتوما البنات، اول حاجه درتها عندي العجينه. ملي كتكون عندي العجينه كنصبقها هي الاولى. هذه العجينه ديال التيبا، غير انا درت نص المقادير وغنخرج منهم ان شاء الله التيبا. وشنيك الا بقات شي حاجه ندير كرواسه علاش لا. وهنا البنات عندي شويه الحليب واحد الرابعه، ودرت فيها الجمعه الكبار ديال كريم باتيسير باش ندير شنيك ان شاء الله. وغادي نجبد شويه ديال الزبده هنا، شويه زبده العبار باش غادي نفرق هذيك الكرواسه. المهم الكرواسه راه كاينه في حطها في القناه، مصورتش معكم. اللي بغاها يرجع للفيديو، نخلي لكم صندوق الوصف وخذوها، كتجي زوينه في النوم، جربوها الاخوات ونالت الاستحسان ديالهم. وهنا راني رطبت هربل ديال الشعير، ماشي القمح. صراحه البارح ما رطبتوش، نسيته ورطبته الصباح بالماء طيب، يعني ساهل بالزربه غادي يطيب. وغنقاد واحد البريوات كيجيو زوينين بزاف بزاف، ما فيهم والو، فيهم ها الشعريه الصينيه والطون، شويه ديال الذره وبصيله مقطعه صغيره، وشويه المعدنوس صافي، وشويه الزيتون. ولكن المذاق فن بزاف. ودات واحد شويه الحشوه طيبتها ديال الحوت، نعمر بها شي بريوات صافي. هذا هو فطوري ديال اليوم. وها هما غير المايونيز مغسولين ديال القراعه تيبردو في الثلاجه، جبلت على المايعين تجي معايا دابا تخويهم وصافي. وخليكم معايا صافي، نقاد التليفون في السيبوره ونبداو ان شاء الله نطلقوا نديروا لاك. انا نطلقوا الكرواسه هي الاولى. غادي ناخذ هنايا ديك العجينه، هي خمرات كما قلت لكم، راه غير نص المقادير. دابا هاد المايعين اللي غيتجمعوا دابا نحيدوهم علينا شي شويه صافي، باش ما يبقاوش المايعين. انا حيت الفران ديال الغاز ديال الضوء كما قلت لكم ثقيل، غادي نديرو دابا يا البنات، يدير غنديرو دابا يسخن ما شاء الله يجيني مع الكرواسه. الا جاوكم هادو كبار، جاوكم كبار نديروهم على ثلاثه، نخرجوا شنيك وبتيبا صافي. الخدمه راه غنخدمو بحال الكرواسه اللي فايته حاطه معاكم، باش ما يجيكمش الفيديو طويل. راه شي اخوات يقولوا طول، ولكن راه كاين الاخوات اللي ما تيكملوش الفيديوهات كيجيهم طويل، وانا كنبغي نرضي جميع الاطراف. اللي هكا ما يبغيش الطويل ندير شويه، انا ان شاء الله ندير الا طولت 17. وانا الا تفرجتوا في الفيديو كامل كيكون زوين للقناه، كطلع يعني كتولي ملي كيكمل الفيديو في المشاهده كامله وفي الدقائق كيولي يطلع في الاقتراحات ديال اليوتيوب. اما الا كان كيتبدا غير شويه هكا الفيديو كيموت. نحاول ما امكن هكا الفيديوهات يكونوا شويه قصار. بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديوهات ديالي بارطاجيهم علاش لا. صافي غادي نغطيهم هكا، ندير الكريم باتيسير يطيب. درت فيه هنايا ديك لاكريم باتيسير والسكر صافي. باش انا ربعتهم بثلاثه، درتهم على شكل مسمنه، غادي نديرهم في الثلاجه حيت كاين فيه شويه الحال سخون، على ما نخدم الاخرى ورجع الاخرى. قلت لك كون عيطت لك ما تكلميش، اخر ما كاين البنات في التبركيك، كتشيل الشارجم كدير لي جيميل كتشوف بهم، هي مابقاش قاده تبركيك بدوك الناس اللي حداها، شاده دوك اللي حدا بهم. جاب قبيله العسكر بزاف حدا الدار، شافت العسكري ملي ركب في الدبابه قالت لي مسكين تمحن عاد طلع الدبابه. يلا وزيدو ضرت لك كشف، ضرت لك كشف سبحان الله. وباش القرب اللي قلت لي حدا يطلع ليا في راسي، لا السوق والعطار والحال صافي خاصك تشوفي شي حاجه اللي بعيده. تا هو راه رياده، رياده العيني ما تيجي بركي مع راسك. هاد لي جيميل البنات كانوا عندي ملي كنت ساكنه في الدار قبل ما نروح لمراكش، شابتهم اختي من برا. هما اللي كان بيم كيديروا فيه دوك كيديروا في بيم دوك سميتو لي بروموسيون نهار الجمعه، وكنت كنديرهم ونشوف حدا بي موش عامره الدنيا يبان لي الناس شي. باش كنت كنشري الدراسه كطلع ليا وسط الساحه حتى كنشوف كنا زعيني ماما. ايه وكانت كتقرا هادي حيت الدراسه اون باس مع الدار، كنبقى حاضيه وسط الساحه اش كدير وشوفها. قلت معايا الدار صافي. غادي نخدم هادي البنات، غندير معكم غير الكرواسه وشناك البتيبان درتها معاكم. نخلي واقيلا كرواسه، نخلي واقيلا الشنيك هما الاخرين، ونخدم هذه بتي با ونرجع معاكم صافي. بس انا طلقتها، الا كانت كتلصق رشو شويه الطحين ما فيها باس. شوف انا رشه الطحين، غادي ندير لا كريم باتيسير طيبته قبيله كما قلت لكم باش بردات. شفتو رابعه درت منها، حقا انا درت غير نص الكميه، غير نص المقادير ديال الكرواسه، ما درتش كلشي. كون درت كلشي غتقدني هذه. انا خديت شويه ديال الزبيب غسلته ونشفته في هاد البابي سيرفيت صافي. غادي نبدا نلوي، غادي نجيب واحد الشويته باش نحيد الطحين. ها
هادي غادي نديرها في الثلاجه تشد راسها، حيت انا خادمه بزبده العبار، راكم عارفين بزبده العبار كتكون شي شويه ماشي بحال الاخرى كتجمد العجينه. غنديرها واحد شويه في الثلاجه على ما نخدم البنات البتيبان ونرجع نقطعها، تجيني ساهله نقطعها معاكم. ها هو البنات المربع كما كتشوفوا ولا المستطيل ولا المهم، غادي نمشي هكا ونجي هكا، هادي غنلويها واخا عوجه غنلويها صافا نعمرهم بتا حاجه. هاي واحد الاخت كانت قالت لي كيجيو معجنين اطلاقا، واش كيجيو معجنين؟ حتى هما كيجيو مرقين الا خليتيهم غلاض راه غايجيوك معجنين، والا ما كانوش معجونين مزيان راه غايجيوك معجنين. الاخوات اللي داروهم كلهم ما نقدرش ننزل لكم التطبيقات كاملين، وحق الله بزاف ديال البنات داروهم صيفطوهم ليا حتى في الانستغرام حتى في الواتساب، وخا داتهم خديجه قمر حطتهم في قناتها جاوا زوينين، دارتهم حتى هي بزبده العبار. الله نكمل نرجع معكم، ممكن ديروا شويه الكونفيتير هنا، ديروا شويه ديال الشوكولا، ديروا اللي بغيتوا. صافي هو الشناك جبتو من الثلاجه، شد راسو شويه بسم الله، هانتو شفتو غادي نحطهم هنا في اللاطا، تكي عليهم غير هكا شويه بيدي غير هكا حيت غادي يخمروا مازال. صافي غادي نغطيها نخليها تخمر، هادو غنديرهم في لاطا صغيره هانتوما، غادي تخمر بحال الخبز تماما، تبان لنا خمرت ضعف الحجم تاعها نديروها طيب، ندهنوها بالبيض قبل ونديروها طيب. خدت البنات هنا الفيرميسير كما كتشوفوا، وهنا واحد البصله مشلضه رقيقه خضراء، غادي نزيد واحد هكا بواطه ديال الكره من بعد ما نكونو شللناها، والطوم وصفيو الزيت، شويه د الزيتون انا غنزيدو عندي مقطع، وعمرو بها البريوات وردو عليها الخبار كتجي فلما. هنا شويه ديال السودانيه حاره، وندير شويه ديال التحميره. صافي هادو غنعمر بهم البريوات البنات، صافي غادي نخلطهم مزيان مزيان وندوز نعمر بهم. ندوز التحميره شوفوا هكا تيبانو بنين، انا ملي تيعمر بهم ملي كيعمرو بهم الورقه تيجيو فنين وبسيطه، حشوه بسيطه يعني شي حاجه اللي واجده عندنا تكون عندنا في الدار كاينه. انا باقا ما مشيتش تقدي التقديه ديال الشهر وصافي تسالات ليا، داكشي اللي كنت مقديه تسالا ليا ملي نمشي نتقدى نشاركها معاكم كالعاده، التقديه اقتصاديه وغنجيب اللي واقف عليه، اللي ما واقف عليهش عليه ما عندي ما ندير به، نشوفوا شي حاجه خاصه بالعيد. يلا خليكم معايا هاك الكرواسه البنات وجدات، ما تقولوش ليا هادي راه حسن من ديال المخبازه، الارقام نقيه وخذوهم بزبده سبيسيال، شوف شحال جات زوينه. هذا الشنيك درت ليه الكونفيتير ودرت ليه شويه الكوك، وهذا الشنيك خليته هكا سامبل ما فيه حتى حاجه، عرفتو خفيف. دابا نحل لكم الوصف تي بان كي جات، نحل لكم الكرواسه تشوفوها كي جات، راه كتجي خفيفه البنات، راه ما كتجيش معجنه، الا عجنتوها مزيان وورقتوها رقيقه والله ما تخافوا منها. ها هي الحسوه ديال هربل وجدتها، انا راه كندورها بواحد المعلقه ديال الطحينه البنات بحال شكل الحريره، كتجي رطبه وزوينه. هاد الجبن اللي كنت صايبت دابا تقريبا كاينه فيه 3 ايام وباقي فيه النص، والبيض مصلوق واللهم اديم هاني محضر من الزوال. هادو البريوات البنات هما درتهم في الفران، دهنتهم في الفران ديال الضو، ضروري ما يطلقوا شويه ديال الزيت، راه دهنتهم بزويته هكا ملي كنت كنعمر فيهم دهنتهم بزويته ودهنتهم من الفوق عاوتاني. ايوا صافي هادي طبلتنا، كنتمنى تعجبكم، نتلاقاو ان شاء الله نديرو واحد الفلون بالكابوتشينو كيجي زوين وفن والمذاق تاعو زوين. يلا خليكم معايا دابا البنات، غادي نقادو واحد الفلون زوين، واحد بالشوكولا وواحد عادي. هنا غادي ناخذ نص سترو ديال الماء، هذا بالفلون انا بالفلون، قولي واش باغا ديري غير الفلون من غير كنشد الفلون، هذا بنيدو، انا كل نص سترو ديال الحليب كندير فيه كاس تاع نيدو عامر. هذا غادي ندير فيه هذا حتى غادي يتقاد الفلون ويطيب، ونبغي نديرو في كيسان، وغادي نزيد ليه واحد المكون، هذا غنزيد ليه الكابوتشينو، شوفوا الزعتر شو هذا، غادي نزيد ليه البنات الكابوتشينو، هذا غادي نزيد ليه الشوكولا اللي كنديرو في الحليب، شوكولاط نسكويك ولا اللي عندكم. واحد الحاجه اللي كنقولها لكم دابا، بالنسبه للبنات اللي كيصيفطوا لي على الجيف اواي في الانستغرام ولا في اليوتيوب ولا وكيقولوا لي خديجه ديري الجيف اواي باش تدعمي القنوات، قلت لهم لا، قال لك علاش واش انت ما كديريش الجيف اواي؟ انا ماشي ما كنديرش الجيف اواي، انا ضدها اصلا،
شي حاجه ما كتعجبنيش وما عمركم غتشوفوني درتها، وغنحط لكم فيديو غنوضح لكم مزيان علاش انا ما نديرش الجيفوي وعمري فكر نديرها. وبالنسبه للبنات اللي قالوا لي انت كتاخذي الدعم بطريقتك، انا عمرني ما خديت، كيقول لي كتاخذي الفلوس بطريقتك ولا كتاخذي الكادوات بطريقتك، انا عمرني ما خديت شي كادو من عند شي وحده درت ليها الدعم. واللي قالت لكم انا خديت من عندها كادو طلعت تكتبها لي انا خديت كادو، انا غندير معكم فيديو غنوضح لكم كل شيء مزيان، سواء على الجيفوي سواء الشروط تاعو سواء كيفاش كيربحوا سواء اشنو القنوات كيستافدوا من هذا الجيفوي، راه ما كاينش شي حاجه فابور الناس. المهم انا غادي ندير معكم في حلقه واحده باش ما يكونش داخل ليا مع الطياب، ونشرح لكم مزيان. والقنوات اللي كيطلبوا الدعم ندير لكم الدعم على راسي وعيني، السيمانه الجايه عندي جوج قنوات غندير لها الدعم لا ريال لا جوج، ولكن ما كنبغيش ندير الدعم بزاف الاخوات، ما كنبغيش نتقال عليهم نجيب واحد 10 القنوات، راه كنبغي كل مره نجيب جوج قنوات باش يكون داك الشيء غادي بشويه بشويه. صافي غادي ندير السكر ونحرك مزيان وغادي نحطهم فوق البطاء، مني طيب هذا الفلو غادي نوريكم ان شاء الله شنو غنزيد فيه. هذا ديال الشوكولا غادي نزيد فيه الشوكولا حد قيمته واحد جوج معالق كبار، وغنحرك مزيان مزيان، كيجي حسن من انه بالفلون ديال الشوكولات كيجي زوين بزاف. وهذا البنات العادي غنزيد فيه الكابوتشينو، هاي اي نوع ديال الكابوتشينو عندكم سواء ديال نسكافيه سواء اي ماركه عندكم راه كتجي زوينه، كتعطي واحد النكهه زوينه بزاف. صافي غادي نخلطهم نديرهم في الكويسات. ها انتم البنات شفتوا دابا اش كنبركوا حنا، كي دوز معنا الحرب هذا راه شي حلوى عندنا باقي فيه 10 سنين فيه نخلو في الحاله المدنيه ولا فرد من العائله. صافي غنخويه في الكويسات وغادي نديرو يبرد في الثلاجه وغنحطو ان شاء الله السحور هذا. والعشاء ما درتش العشاء ها انتم البنات كاينه الحسوه ديك هربه زوينه انا كتعجبني سميتو، باقي الحوت من البارح، باقي شويه طاطا مشرمله شاد واحد الطبيسي صغير، باقي الروز ما نلوحش هادشي حيت الا درت العشاء اليوم هادشي غيتلاح. شوفوا انا راه كنبين لكم داكشي اللي كاين وحق الله العظيم راه اللي كناكلو كنوري لكم لا زياده لا نقصان. ايوا صافي غادي باقي عندي البرايوات غنحطهم حتى همايا. صافي يا البنات انا ساليت دابا غادي نمشي نجلس نعمر واحد شويه البرقه، باقا عندي بقى واحد شويه الحشوه هنا كان عندي واحد شويه القرفه درت مع الفيرميسل ما عمرتش كلشي، عمرت غير شي سته هنايا، نمشي نعمرهم دابا نديرهم في الفريكو والاخرين غنتعشاو بهم وصافي. هنا غادي تكون نهايه ديال الفيديو، وكنتمنى هذا الفلون عجبكم ونتمنى هذاك التشكيله ديال بتيبان نوريها لكم راه شاطرت علينا. دابا غنخليها حيت في السحور كيهزوا ديك الوحيده مع شويه ديال الفلون ولا هكا، المهم غير جربوها البنات شوفوا الشنيك شحال زوين، شوفوا كي صغار هو زوين وفن، غير جربوها راه غتعجبكم ان شاء الله. وهذا راه غير نص كيلو ديال الطحين تقريبا خرج ليا هذا داكشي اللي فطرنا به. بالنسبه للتخزين ممكن كتقادوها تشكلوها وكلشي جمدوها بحال هكاك في الفريكو، وملي تبغيو طيبوها جبدوها على تيساع تخمر على خاطره وطيبوها، ممكن طيبوها وتخزنوها انتم لكم الاختيار. يلا بسلام عليكم الساعه، وغنتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه، وما غنتلاقاو ان شاء الله حتى الاثنين باذن الله. يلا خليت لكم الراحه وفي امان الله.